طيب أعود مرة أخرى إلى ضيف الكريم من دمشق الأستاذ حسام. وأستاذ حسام، بعد دعوة الرئيس السوري لحضور القمة العربية، برأيك ألا يمثل ذلك عودة لسوريا إلى الحضن العربي، الحاضنة العربية هنا؟ ما هي آمالكم على قمة جدة؟ بداية مساء الخير لكم لجميع الأخوة المشاهدين وللسادة الضيوف من المملكة العربية السعودية، من الجزائر، من مصر، وأنا من سوريا. أصبح لدينا بدر عربي في هذه الحلقة إن شاء الله. سيدي الكريم، بالتأكيد عودة سوريا إلى استئناف عملها في الجامعة العربية هو عامل مهم جدا لطي صفحة مؤلمة جدا كانت على سوريا وعلى العالم العربي حقيقة. نحن خلال سنوات خطف العالم العربي من قبل الأخوان حقيقة كانوا يحكمون أكثر من بلد، كان صراخهم عالي، كان العالم العربي والجامعة العربية في فترة من الفترات مختطفة. هذا الأمر جعل العالم العربي في حالة تشتت، جعل العالم العربي يبتعد عن حل مشاكله ليذهب ليدول مشاكله، يعني بدل أن تحل المشاكل هذه في فترة سابقة نتحدث. اليوم سيدي الكريم لدينا دول عربية وازنة، دول عربية وازنة تتحرك، يعني ليست فقط وازنة ومنكفئة على نفسها. لدينا المملكة العربية السعودية، عندما نرى اليوم تحركات الأمير فيصل بن فرحان، عندما نرى حديث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء يتحدث بطريقة عن العالم العربي، حتى في موضوع التنمية يتحدث بالأمن، يتحدث ككتلة عربية، يتحدث بالغذاء ككتلة عربية. إذا لدينا دول وازنة، عندما نشاهد الإمارات، مصر، الدول العربية المهمة، كل الدول العربية مهمة، لكن هذه الدول فاعلة بشكل كبير جدا على الصعيد العربي وعلى الصعيد الدولي. هذا الأمر يساهم في حل المشاكل وليس فقط في تصفيرها. يعني نحن اليوم تصفير المشاكل تجاوزناه إلى حل المشاكل العربية من خلال إذا ركزنا على الأزمة السورية أو على المشكلة السورية، هل من الممكن أن تفيد جامعة الدول العربية أو القمة العربية المرتقبة في حل هذه المشكلة؟ هلا بداية نحن كنا أمام مشكلة كبيرة قبل الانفتاح العربي على سوريا. هذه المشكلة تتمثل في يعني الحصار، وكان هناك عقوبات عربية على سوريا. هذه العقوبات اليوم تجاوزناها وشاهدنا، يعني مشكورة كل الدول التي قدمت المساعدة لسوريا أثناء كارثة الزلزال. أنا دائما أتحدث بها واسمحوا لي أن أعيدها يمكن للمرة الألف، لولا المساعدة العربية لسوريا في كارثة الزلزال كنا ربما أمام مجاعة، وكنا ربما أمام كارثة كبيرة جدا، يعني لا يستطيع أحد تحملها. لذلك اليوم عندما يعني شاهدنا المساعدة العربية لسوريا على الصعيد الإنساني، بعدها انتقلنا إلى الصعيد السياسي، بالتأكيد العالم العربي والدول العربية قادرة على المساعدة في حل الأزمة السورية على الصعيد السياسي، كما يعني ساعدتنا في موضوع الإنساني. وهذا الأمر انتقل أيضا إلى الموضوع الأمني وإلى موضوع ضبط الحدود، مع سواء مع الأردن أو اليوم يعني قرار عربي بعودة سوريا أو عودة الدولة السورية إلى السيطرة على كامل أراضيها. إذا كل هذا يخدم الأمن القومي العربي ويخدم سوريا، يعني بالنهاية سوريا هي ضمن هذه المنظومة العربية. لا نستطيع أن نتجاوز يعني أي دولة في موضوع الأمن القومي العربي. أي دولة هي عبارة عن يعني عن كتلة من هذا التكتل، من هذا العالم. لذلك اليوم بالتأكيد عودة سوريا لشغل مقعدها هو يساهم في لم الشمل ويساهم في حل المشاكل، ومنها المشكلة والأزمة السورية. وسوريا بالتأكيد يعني منفتحة على الحل السياسي، سوريا منفتحة على المساعدة في الموضوع الأمني، في موضوع ضبط الحدود، في كل المواضيع. إذا نحن اليوم متفقين مع الدول العربية على حل مشاكلنا بأنفسنا، كما ذكر الضيف من المملكة العربية السعودية. نحن ملتزمين بالمبادئ التي يعني وفق ميثاق الجامعة العربية في سوريا، لا نحيد عن الموقف العربي، نحن مع التكتل العربي. لذلك بالتأكيد هذه مساهمة كبيرة ستكون لحل الأزمة السورية،
كما قلنا الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية وحتى الأزمة الأمنية وموضوع مكافحة الإرهاب. إذن على كل المستويات بالتأكيد ستكون مشاركة سوريا مشاركة هامة جدا في هذه الدورة، الدورة 32 للجامعة العربية، والأهمية أيضا في يعني عقد هذه القمة في المملكة العربية السعودية. يعني كما كانت الجزائر أيضا يعني مهدت الطريق أمام كل ما يعني كان لدينا القاعدة، واليوم نبدأ في البناء. القاعدة كانت في القمة في الجزائر، ثم اليوم نبدأ بالبناء بالمملكة العربية السعودية للعودة الحقيقية لسوريا إلى مقعدها في شغل مقعدها في القمة العربية.